أيضا الأخت أم باكر معي عبر الهاتف. أخت أم باكر تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الأخ وجدي مبارك والشيخ فيصل العوامي. إن سمحتم لي عندي مداخلة حول الخطاب، سلبيات الخطابة النسائية. طبعا إن المنبر الحسيني هو مسؤولية رسالية ذات أبعاد مهمة، وهي أولها رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا، فيجب على خطيبة المنبر الحسيني أن تتحمل هذه المسؤولية الخطيرة بشكل كامل، وذلك من خلال التأثير أو الإقناع للجمهور أو المستمع وتحريكهم في الاتجاه الصحيح. ومن سلبيات الخطابة النسائية الحالية في هذا الزمان، وهي أن بعض الخطيبات يتحرجن من إلقاء بعض المواضيع الحساسة والقضايا الموجودة في المجتمع، مثل قضية العفة والحجاب والعباءة الزينبية، حيث تخلت الكثير من الأخوات عن العباءة الزينبية الساترة خشية من الانتقاد في الوسط الاجتماعي. فإذا أردنا أن نتعلم أو ندرس الخطابة الصحيحة، فلا بد من الرجوع إلى خطابة السيدة زينب سلام الله عليها، وهي بعد مقتل أو استشهاد أخيها في كربلاء. فلم تكتفي زينب سلام الله عليها بالبكاء فقط، ولكن بكت وأنشأت الأشعار، ثم وقفت أمام يزيد أو عند دخولها الكوفة أو الشام، فعرفت نفسها بنفسها بتلك الخطابة الصريحة، فقالت ليزيد وما قالت فقالت ليزيد الصراحة والخطابة الجميلة. فإن زينب تعلمنا الخطابة والصراحة فيها، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيت محمد الطيبين الطاهرين. شكرا لك يا أختي مباكر من مملكة البحرين. سمحت الشيخ، هل يمكن أن تجيب ولا أخذ اتصالات أخرى؟ سمحت الشيخ، ما في مشكلة، تفضل تفضل سمحت الشيخ. طفل يعني أشارت إلى نكتة مهمة جدا، وهي الجرأة في تحمل المسؤولية. الإشكاليات، نعم، لاحظ يعني، وهذا نجده مثل ما مثلت نجده في خطابة السيدة زينب. السيدة زينب، لاحظ الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول طبعا أنا أقصد جنس الرسول المرسل، نعم، صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. الرسول يحمل دائما قيم تتصادم مع أهواء الناس ومصالح الناس، ولو أنه كان يداري ويجامل الناس في طرحه للقيم لما بقيت قيمة من قيم السماء، ولا ما رجت قيمة من قيم السماء. دائما الرسول سواء كان المبعوث من قبل الله أو الإنسان الذي يحمل رسالة، طيب، دائما يحتاج أن يكون متحليا بالجرأة الكافية، لأنه في الغالب يعالج إشكاليات موجودة في حياة الناس الحقيقية. بعض الأحيان الإنسان إذا ما يكون يعني متحلي بهذه القوة، يعالج الأمور السطحية. الأمور السطحية تبقي الإشكاليات على حالها. في كثير من الأحيان الإنسان يحتاج أن يحفر ليرى المشاكل العميقة عند الناس ويواجههم بكل جرأة، لأن لا يمكن إصلاح هذه الإشكاليات إلا بالمواجهة الجريئة، طبعا بالحكمة، نعم، وبالتي هي أحسن، لكن يحتاج أن يتحلى بجرأة كافية لمعالجة الإشكاليات. تطرقت الأخت أم باقر إلى قضية أن هناك مشاكل وإشكاليات عديدة ضمن اللي هو محيط النسوي، محيط النسوي، وأن كثير من الخطيبات يتحفظن بطرحها بجرأة، واستشهدت بقضية السيدة زينب كيف كانت صريحة وكانت جريئة في طرح إشكالية كانت، وأنت أيضا أشرت إلى هذا الجانب وقدرتها على وضع الإشكالية وتشخيصها ثم معالجتها. أحسنتم، نعم، يعني زينب سلام الله عليه عندما خاطبتهم ضربتهم في العمق،
ما قالت لا بأس عليكم وذكرت لهم إشكاليات عامة فيهم وأنتم كنتم معذورين، لا، حملتهم مسؤولية، فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، ها؟ إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة وهل فيكم إلا الصلف، وما إلى ذلك. من يعني حفرت في الإشكاليات الأساسية. ما هي نصيحتك للخطيبة الحسينية التي تسمعك سماحة الشيخ وتشاهدك الآن حول تحمل المسؤولية وعدم المداراة والمجاملة في قضايا عقدية ودينية تطرحها بشكل جريء على الساحة النسائية؟ أنا أقول لاحظ هناك خيط فاصل بين الجرأة في معالجة الإشكاليات، نعم، طيب، وبين الفوضى في معالجة الإشكاليات. بمعنى سمعت بعض الأحيان الإنسان يريد أن يعالج إشكاليات الناس فيصطدم معهم من غير أن يغير فيهم شيئا. أنا لا أقول الإنسان يكون جريئا بشكل يفقد التوازن، يعني يكون صلف في معالجة الإشكاليات الآخرين. حتى المشكلة الكبرى الموجودة عند الناس واللي هي مشكلة حقيقية، الناس أيضا ما يتقبلوا أنك تعالجها بأساليب صلفة. وإنما أقول المشاكل الحقيقية الموجودة عند الناس ينبغي أن تدرس بشكل عميق، ثانيا تعالج بأساليب حكيمة. يعني لاحظ فرق بين الجرأة غير الحكيمة والجرأة الحكيمة. بعض الأحيان الإنسان حتى يقول أنه أنا جريء في طرحي يصطدم مع الساحة ويعالج إشكالياتهم بشكل يؤدي إلى نفورهم منه، طيب، بينما إنسان آخر يعالج جذور الإشكاليات عندهم ولكن بأساليب حكيمة وهادئة. أنا نصيحتي للخطيبة الحسينية أن تعالج المشاكل العميقة ولكن بأن تدرس جذورها وتطرحها بشكل يكون مقبول عند الآخرين. يمكن أن يتأثروا بأساليب معينة ويجزعوا لكن بأساليب حكيمة وهادئة. سمعت شيخ، استأذنك في مداخلة أخيرة في هذه الحلقة. معي أيضا الأخت أم كاظم. أختي أم كاظم تفضلي. السلام عليكم أستاذ وجدي مبارك، أحيي ضيفك الكريم الشيخ فيصل، وعندي مداخلة بسيطة حول الخطابة النسائية. في الحقيقة هناك فجوة كبيرة بين جيلين، جيل يتمنى ويرغب فقط في الجانب العاطفي في نهضة الإمام الحسين ويريد التركيز فقط على السيرة والجانب العاطفي، وجيل آخر يريد الدخول عميقا في الثقافة الحسينية وفي الثقافة التي تهم المجتمع والناس، ويبتعد ابتعاد كبير عن البعد العاطفي. ونطالب نحن بدمج بين الجيلين، بين الجماعتين، نريد وصل كبير بينهما بحيث يكون المنبر الحسيني فيه دعوة إلى تثقيف المجتمع، تثقيف المرأة عن التربية، عن السلوك، عن الأبناء، وفي نفس الوقت لا يبعد عن البعد العاطفي الذي هو أساس نهضة الإمام الحسين وأساس قيام المنبر الحسيني. هذه هي النقطة الأولى التي أردت التكلم فيها. والنقطة الثانية أنه أغلب الخطيبات الحسينيات في هذه الأيام يقولون ما لا يفعلون، يأتي الخطاب منمق وجميل وناصح، ولكنه شخص الخطيبة لا يطبق هذا الكلام، فبالتالي لا يعطي أي معنى. المستمعين لا يحبون أن يقلدون شخصا لا يرون عليه ما يقول. بالإضافة إلى ذلك هناك تكلف شديد في الخطابة الحسينية وفي المنبر، سواء كان الكلام عن الإمام الحسين أو عن الثقافة، لا توجد بساطة، يميلون إلى التكلف في استخدام الألفاظ، ولا يميلون إلى العمق بقدر ما يميلون إلى التراكيب المعقدة. العمق يجب أن يكون في الفكرة وليس في الألفاظ. فأتمنى أدعو بشكل عام إلى البساطة وإلى الدمج بين الجيلين وإلى أن يكون الخطيب مطبقا لما يقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أعتقد شيخنا أثارت نقطتين الأخت أم كاظم، سأترك لك مجال ضمن هذه الدقيقة أو الدقيقة والنصف أن تجيبني على الفجوة الموجودة بين الجيلين، الجيل السابق للخطيبات النسائيات وكذلك الجيل الحالي المتمثل في الخطيبات الأكاديمية. أنا أقول أن الوسط النسوي بحاجة ماسة في مثل هذه المرحلة إلى الجيل الثاني. أنا لا أنكر أهمية الجيل الأول وقد نأتي للإشارة إلى هذا المطلب، ولكن أقول لأن الوسط النسوي الخطابي تندر فيه الكفاءات من الجيل الثاني، فنحن نحتاج إلى الجيل الثاني الجديد هذا، يعني نحتاج إلى تكثيف الكفاءات فيه.
لاحظ أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حسب ما نقرأ في الروايات بعضهم كان يعيش مع أهل البيت ولكن ما كان يدرك مغزى ما يحمله أهل البيت من قيم، بينما بعضهم كان يدرك بالإشارة. هذا الذي يدرك بالإشارة هو الذي يحمل مسؤولية إيصال فكر أهل البيت للناس، وهم هؤلاء الذين أوصلونا فكر أهل البيت. نحن نحتاج إلى خطيبة حسينية تدرك عمق المطالب الحسينية وتعبر عنها بهالأساليب العميقة من غير أن تدرك العمق، ها، ويعني وتتبحر في الثقافة، ثقافة النهضة الحسينية، لن تستطيع أن تقدم مادة يعني حيوية وتوعوية للجيل يعني النسوي المعاصر. الأخت أم كاظم تطرقت إلى جانب ثاني سنبحثه إن شاء الله شيخنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. سمحت الشيخ، شكرا لك. لا يسعني في نهاية المطاف إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ الفاضل فيصل العوامي، وكذلك من شاركني عبر الهاتف أخص بالذكر، السيدة أم دعام، وكذلك الأخت أم باكر من مملكة البحرين، والأخت أم كاظم، وكذلك الأخت أم أحسن. ترقبونا إن شاء الله ضمن هذه الأطروحة التكميلية للخطاب الحسيني النسائي في الحلقة القادمة. أعمل أن تتحفوني بآرائكم واستفساراتكم على الإيميل الظاهر على الشاشة. ترقبونا في الحلقة القادمة، في أمان الله.